التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، واللقاء يتجدد مع حضراتكم مع هذه الانطلاقات المتواصله والتحديات المستمره. بعدما تابعنا الشوط الماضي وكان ايضا الشهم عبد الله بن مطر بن حمد بن عمير الشامزي من قدم لنا الشهم في الشوط الماضي بست دقائق 17 من الثواني، فالتحيه على هذا الفوز والانتصار. شوطنا الثامن في مجموعه الاشواط انطلق بحفظ من الله ورعايته، والخاص بالقعدان المهجنات اللقاية مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول. من يتقدم الجموع على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، من يقود الجموع في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق الكبير. أيضا هذا شعار بن دعيفس على مقدمة هذا الشوط، ومتعب سالم بن حميد بن غدير بن دعيفس الشمسي يقدم لنا متعب على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. بينما المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات والانطلاق مع حمران حمد بن سيف بن حميد الشمسي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني ويقدم لنا شعاره. أخذ المركز الثالث القادم في هذه اللحظات والمنطلق مع المركز الثالث القادم بكل قوة ويقدم لنا شعاره. هنا أيضا مبلش حمدان بن مبارك بن عبيد الشمسي يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات ساحل علي بن مبارك أو علي بن سعيد بن مبارك النايلي الشامس يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس ونختم فيه الندى قاصد مكتوم بن سعيد بن منار بن غدير الاكتبي يتقدم مع المركز الخامس. أتابع بعد المركز الخامس، أتابع بعد المركز الخامس، راقب لي هذه الأسماء، راقب لي هذه الشعارات، هذه الأسماء القادمة، هذه الشعارات، هذه النجوم اللامعة ما شاء الله وتبارك الرحمن. 40 اسم، 40 اسم مشاركا في هذا الشوط، 40 شعار مشاركا في هذا الشوط، باحثا وطامحا عن الناموس والانتصار. راقب لي هذه الاسماء، ارصد لي هذه الشعارات، حيث انه سيكون الدخول سريع في الامتار الاخيره، والتوقيت الافضل مع شادي سعيد بن قصاب العطار العامري، 6 دقائق 14 من الثواني، التوقيت الافضل حتى هذه اللحظات. كيلو ونصف الكيلو يا مضمرين، يا متابعين، يا مسايرين لهذا الشوط. ولكن بعود مع متعب، بعود مع متعب سالم بن حميد بن غدير بن دعيفز الشامسي، من يقود لنا متعب، من يقدم لنا متعب على المقدمة، على الصدارة، يتصدر 40 اسم، يقود 40 اسم على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول. ولكن راعي الخليجية مع المركز الثاني يقدم لنا حمران حمد بن سيف بن حميد الشامسي يتقدم مع المركز الثاني ويقدم لنا شعار. بينما المركز الثالث وصل الشاعر، وصل على المركز الثالث يقدم لنا الساحل علي بن سعيد بن مبارك النايلي الشامسي، بدأ يقترب على المركز الثالث. الكي
الليل الاخير يا بن عوض على المركز الرابع، يقدم لنا غاري علي بن عوض بن سالم الكتبي مع المركز الرابع، راغب للمركز الخامس، راغب للمركز الخامس صاحب التوقيت رضا الهيوم الامس، يقدم لنا مجد مبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي وبن عوي، يغير من مركز الى مركز، غير على المركز الثالث، يقدم لنا شقران محمد بن سالم بن عوي الشامسي، والاسماء القادمه الشعارات الواصله الحاضره بهذا الاداء وبهذا الابداع، لقطه اخيره للاسماء القادمه، ولكن بعود الى الشاعر والى بن عوي، الى الشاعر والى بن عوي، ولكن غير بن عوي، غير بن عوي، يقدم لنا شقران سالم بن علي بن عوي الشامسي، غير على المقدمه او محمد بن سالم بن عوي الشامسي مع شقران، مع شقران، راع التيره وصل، راع التيره وصل، يقدم لنا زعفران غصاب المسطح راع التيره العامري، ولكن شقران، 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 شقران على المقدمه، على الصداره، على المركز الاول، على مقدمه هذا الشوط، راعي العزوم صاحب الشوط الاول في صباح هذا اليوم ياتي بالنقطه الثانيه، النقطه الثانيه بعد العزوم، بعد العزوم في الشوط الرئيسي ياتي ويقدم لنا شقران، سلمت يمينك يا ابو سالم محمد بن سالم بن عوي الشامسي، قدم لنا شقران تهانينا وناموس لحظه الوصول، العبور حق النهايه، الملك الثاني زعفران قصاب مصبح راعي التيره العامري، الملك الثالث وصل مجد مبارك بن راشد المفتاح الشامسي، المركز الرابع وصل الساحل علي بن سعيد المبارك النالي، والمركز الخامس اللي احتل المركز الخامس الباز خليفه بن ضبيب سليمان الشامسي، التوقيت الزمني هو المركز الخامس، المركز الخامس عفوا المركز الخامس وصل ضاري علي بن عوض بن سالم الكتبي، هذه النتيجه 6 دقائق 21 من الثواني، تهانينا وناموس.